الشبيبة الأرثوذكسية هي اللي بتبنينا كأفراد ومجموعات بيسوع المسيح. الشبيبة بنمي مواهبي وطاقتي لحتى أكون عضو فاعل بالكنيسة. الشبيبة الأرثوذكسية ما بتقدر تحكي عنها، لازم تختبرها وتعيش فيها وتنقلها. إحنا في الشبيبة الأرثوذكسية بنحيا في المسيح ومع المسيح وللمسيح. بالشبيبة ما في أنا، في نحنا، كلنا بنتحد مع بعض في محبة وأخوة في جسد المسيح. بشترك في الشبيبة مع إخوتي بالصلاة، سر الشكر وحياة الشركة مع بعض. مواهبنا وطاقاتنا مش للمنافسة، هي لحتى نكمل بعضنا البعض. الشبيبة هي أساس بحياتي وأكيد ما بقدر أعيش بدون. طريقنا بالشبيبة هو الإنجيل. الشبيبة نعشق المسيح ونكون سفراء له على الأرض. الشبيبة الأرثوذكسية بتساعدني لحتى أعيش مع المسيح وأكتشفه. بنترجم حبنا للمسيح بالبشارة والخدمة والرعاية والعمل والتكليس. إحنا هيك، إحنا غير. أكيد لا. طبعاً لا. تقدر؟ هو في حدا بيقدر يعيش بدون شبيبة؟ أكيد مش رح أقدر أعيش بدون شبيبة. مستحيل، هي حياتي. شو؟ لا مستحيل. طبعاً لا.